انتوا هنا ليش موجودين؟ قاعد تسبب غلطه صارت. ايش قد انت محكوم؟ مؤبد. اكو قضايا ما لها علاقه بالانتماء، ميراث، قطعه ارض، اكو من وراء مريه، المخبر السري اللي اخذ دور كبير. مطلبنا العفو الاول والاخر. شنو حكمك؟ اعدام. شنو الاشياء اللي سويتها؟ اذا اشوف الواحد لازم له جقاره اضربه واصيح عليه، وهو اكبر من ابويا وحتى اكبر من جدي، ما ينبني شيء على الظلم. انا ظلمت، هذا الجزاء. شنو حكمك؟ مؤبد. شنو السبب؟ خطف. شلون خطفت؟ خطفنا، عندنا سياره وعندنا سلاح، اخذنا اشترينا سلاح، نزلنا عليه بالشارع اخذناه. وين وديته؟ ودينا ضمناه بيت. بيت واحد من عندكم؟ لا لا، اجرنا بيت وخلينا بيت. اليوم الثالث جابوا الفدية. ايش قد الفلوس؟ 18 شده. ايش قد لاحت؟ انا لاحتني 6. هسه هاي عندي وجبه، احنا جاي نعلمهم وجاي ينتجون. ايش قد هنا؟ تقريبا صار لهم 3 اشهر. طلعوا خياطين. خياطين. اهتماماتهم بأي نوع من الكتاب اللي دائماً يقرون؟ أكثر شيء يقرون عن الأدب، وقسم من عندهم يقرون عن الدين. شنو الشيء اللي انت يعني عرفت قيمته؟ خسرت عائلتي واطفالي، انحرمت منهم. ما عجبتنا الاكتظاظ. عدة سجون سيتم افتتاحها قريبا، من ضمنها سجن ابو غريب، حتى يكون طاقته الاستيعابيه الكامله، اضافه الى افتتاح سجن تسفيرات النجف، سجن الناصريه، وعديد من السجون.